الاسم الكريم أبدي حروفي والنظم محي المحايل والهشيم أبغي من به المرعدنا هم صبيان يكبار الشيم هواب والثانية أزكى الصلاة على النبي هادي الأمم الشافع اللي في رجاه أمته في يوم الزحم صبيان يكبار الشيم هواب والثالث بوصف الحكيم قابوس لباني الهمم بثني له المدح الحشيم بوصف جزيل ومحتشم صبيان يكبار الشيم هواب والرابع قابوس دوم على المبادي له عزم يرقى على هام الغيوم وشخصه عزيز ويحترم صبيان يكبار الشيم هواب والخامسة بيوم المجيد شعبه رفع بيد العلم يشارك اليوم السعيد والشعب كله ملتحم صبيان يكبار الشيم هواب والسادس بعيدك عمان كل الفرح لك يرتسم أرض التواضع والأمان يا الشام خبروس القمم صبيان يكبار الشيم هواب والسابعة اليوم عيد وكل المحافل تزدحم تردد بفرح النشيد وتجدد عهود القسم صبيان يكبار الشيم هواب والثامنة ترخص ارواح الامان وتحث العزم بيمينها تعم السماح وبيسارها تعم السلم صبيان يكبار الشيم هواب والتاسعة عم السلام فعمان بخلاص وقيم وانزاحت عهود الظلام والكل بالعلم احتزام صبيان يكبار الشيم هواب والعاشرة شعبك كريم ومتوارث اطباع الكرم عظيم بخلاقه عظيم وبكل طيبه من سجم صبيان يكبار الشيم هواب حادي عشر شعبك كرام وفي منهج طيب الذمم لكنهم عند الزحام رجال يخسى تنهزم صبيان يكبار الشيم هواب ثاني عشر جنة عمان متفندة منذ القدم خلابة وامطار المزان تروي ثراها بالرهم صبيان يكبار الشيم هواب ثالث عشر تسبي القلوب وتشفي من أعلى لوسقم في حبها العالم يذوب وربي حباها بالنعم صبيان يكبار الشيم هواب رابع عشر قابوس جاء حكيم مغوار وشهم للسلم والحكمة لجاء
من وقت فات ومن صر صبيان يا كبار الشيم. خامس عشر فكره كبير وعادل بفكره والحكم يقدره كبير وصغير وتقدره عرب وعجم صبيان يا كبار الشيم. وبسابع عشر شعبه معه ولا يفتكر أو يستهم رايه وامره تسمعه يشر وهم عند اللزم صبيان يا كبار الشيم. وبسابع عشر تهدى النفوس في شوفته وهو مبتسم من هيبته يعطي دروس من واقع وما من عدم صبيان يا كبار الشيم. وبثامن عشر ندعي عسى من شوفته ما ننحرم في كل صبح وكل مساء شعبه بعهده ملتزم صبيان يا كبار الشيم.